الحمد لله النهارده بخير. بندرة مانيلا، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، ونبدأ معا هذه القراءة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة وزيادة مخصصاتهما. اللجنة العليا للانتخابات التونسية تعلن إجراء دولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي. السعودية تؤكد قدرتها على التعامل مع أثار الاعتداءات على منشآتها النفطية، وبومبيو يوجه للرياض أو يتوجه للرياض لبحث سبل هذا الرد. تفاصيل الأنباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع وزاري بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وجه بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة اللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما. وكما استقبل رئيس الجمهورية اليوم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، حيث بحث الجانبان عددا من الملفات ذوات الصلة بالعلاقات الثنائية، علاوة على تعزيز سبل الشراكة بين الدولتين في كافة المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الفرنسي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن وزير خارجية فرنسا نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي، ومؤكدا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع الجانب الفرنسي وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. قال وزير الخارجية سامح شكري أنه بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط. جاء هذا الحديث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثتهما بالقاهرة، حيث أشاد بعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأشار في كلمته إلى تقارب وجهات النظر بين الدولتين بشأن الأزمة الليبية وسبل حلها. مباحثات مهمة تطرقت لدفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كانت هي هدف زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للقاهرة ولقائه بوزير الخارجية سامح شكري في جلسة مباحثات مطولة. تركيز على الدور الذي تلعبه الشركات والاستثمارات الفرنسية في مصر في دعم جهود مصر التنموية، في إسهام في نجاح مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي، والحاجة إلى مزيد من
الانخراط من قبل الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستفادة من الفرص الواعدة. ولقد تناولنا أيضا المسألة السودانية، وهناك علاقات وطيدة بين مصر وفرنسا والجميع يعلم بذلك جيدا. نحن أيضا تبادلنا وجهات النظر مع السيد سامح شكري فيما يتعلق بالدعم حول السلطة السودانية وما يجرى في السودان، وكذلك تحدثنا عن الإرادة القوية من أجل حزم قضية الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الجانبان أن المباحثات تناولت أيضا تطورات القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام، فضلا عن تطورات الأوضاع في سوريا، كما أكد الوزيران على ضرورة إيجاد حل سياسي لحل الأزمة الليبية. تعهدنا على إيجاد حلول لجميع المسائل العالقة في المنطقة وعلى وجود سلام دائم وعلى وجود حلول شاملة في ليبيا. أيضا تناولنا الوضع هناك، وكذلك الجميع لديه العزيمة والإرادة القوية على إيجاد جميع الحلول المناسبة وكذلك فيما يتعلق بمنطقة الخليج. نحن قادرون في إطار التضامن فيما بيننا على الحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العربية بما يحقق المصلحة المشتركة. فكما أكد السيد الرئيس في مناسبات عديدة ونؤكد دائما أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وفي ضوء الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، أكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة. قبل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي للقاهرة، تلك الزيارة المهمة التي تعكس حرص الجانب الفرنسي على التنسيق والتشاور مع الجانب المصري إزاء العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من مقر انعقاد المؤتمر أمل صبري، النيل. أكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة محمد إدريس في تصريحات خاصة للنيل أن حل الأزمة في ليبيا لن يتم إلا بالتوافق بين جميع الأطراف دون أن يعمل أي من القوى الليبية على فرض حل عسكري بالقوة. وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة إلى أن الميليشيات المسلحة التي تفرض إرادتها في الشارع الليبي هي من تقود الوضع إلى ذلك. نحن بالطبع نرى أن الحل يجب أن يكون حلا قائما على توافق وطني ليبي، قائما على أن يحدد الشعب الليبي مستقبله، وقائما على ألا تعمد أطراف إلى أن تحصل بالقوة على أكثر من حقيقة وضعها في الشارع السياسي الليبي. وهي المشكلة أنه ثقافة الميليشيات انتشرت لأنه البعض حاول أن يحصل بالقوة على ما يفوق وضعه وضعيته وثقله في الشارع السياسي. أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن مصر دعمت الثورات في السودان واستضافت اجتماعات خاصة بالوضع في السودان لتقديم الدعم الكامل له. وأضاف إدريس في تصريحات خاصة للنيل أنه سيتم خلال اجتماعات الدورة 74 للأمم المتحدة عقد اجتماع رفيع المستوى خاص بالسودان ستشارك فيه مصر. مصر دعمت الثورات في السودان هنا في صلاتنا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. مصر الآن أنا تطويتها في مجلس الأمن، لكن كما أشرنا رأس الاتحاد الأفريقي استضافة مصر اجتماعات خاصة بالوضع في السودان لتأمين الدعم الدولي الكافي للسودان. سيتم على هامش اجتماعات الدورة 74 شق رفيع المستوى اجتماع رفيع المستوى خاص بالسودان ستشارك فيه مصر. وأضاف السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في تصريحات خاصة للنيل أن مصر طرف أساسي في بلورة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. على مستوى الأمم المتحدة هناك الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، ومصر طرف أساسي في بلورة هذه الاستراتيجية وفي المراجعة الدورية التي تتم بشأنها. أيضا
تم إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت مصر من الدول الداعية والداعمة والدافعة لإنشاء هذا المكتب، وهناك تعاون وثيق معه، ورئيس المكتب الذي هو نائب وكيل السكرتير العام زار مصر، وأعضاء مكتبه على تواصل مستمر معنا هنا في نيويورك ومع السلطات المعنية في القاهرة، وتمت زيارات كثيرة ولقاءات في نيويورك وفي القاهرة. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة، ويختص بالتصويت على القضايا ذوات الأهمية القصوى للمجتمع الدولي. وتتخذ الجمعية العامة إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية وقانونية لها أثر على حياة ملايين البشر في جميع أنحاء العالم. المزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد نكيب. الجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيس للتداول وصنع السياسة العامة، يختص بالتصويت على القضايا ذات الأهمية القصوى للمجتمع الدولي مثل السلام والأمن، وتطلع كذلك بتدوين القانون الدولي. أنشئت الجمعية العامة عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. تجتمع الجمعية في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من كل عام، وبعد ذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس بحسب الضرورة، للنظر في التقارير الواردة من مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة. تتخذ الجمعية إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية وقانونية لها أثر على حياة ملايين البشر في جميع أرجاء العالم، وللجمعية أن تتخذ إجراء لوقف الأعمال العدائية حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراء بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين. تعتمد الجمعية العامة ميزانية الأمم المتحدة وتقرر الأنصبة المالية التي تتحملها الدول الأعضاء، كما تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء سائر مجالس الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، وتعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل المهمة مثل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمسائل الخاصة بالميزانية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، لكن القرارات في المسائل الأخرى تصدر بالأغلبية البسيطة. تضم الجمعية العامة عددا من المجالس واللجان الفرعية، منها مجلس التجارة والتنمية والمجلس التنفيذي لليونيسيف وهيئة نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ولجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. تعهد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيد ببذل كل الجهود لتحقيق انفراجة في مسألة ديون الدولة السودانية، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين. وقال أبو الغيد في مؤتمر صحفي بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الزيارة استهدفت التعبير عن التهاني على ما حققه السودانيون والنجاح المتوقع خلال الفترة الانتقالية. وأشار أبو الغيد إلى أن الجامعة ستبذل جهدا لتحقيق انفراجة في مسألة العقوبات المفروضة على السودان، وتحدث إلى الدول المانحة فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للمانحين والتواصل مع كافة الصناديق العربية والدولية لتحقيق دعم اقتصادي ومالي للسودان. كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وأكد في هذا اللقاء الاستعداد الكامل للجامعة العربية لدعم السودان في المحافل الدولية والداخلية. من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أن بلاده ستحرص على القيام بدورها الفاعل في إطار محيطها العربي. وأكد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط أن الأمة العربية تدعم مطالب مصر والسودان المشروعة في مفاوضات سد النهضة. تصريحات أبو الغيط جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، حيث التقى وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله. كافة الوزراء العرب تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية السودانية باعتبارهم دول المصب، وطالبوا الأطراف دي في هذا النقاش المنغلق عليهم أن الجانب الأثيوبي يتسلح بالمرونة وبال
ما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية أظهرت تأهل المرشحين المستقلين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من هذه الانتخابات. وأوضحت الهيئة أنه بعد احتساب الأصوات التي بلغ عددها أكثر من 4 ملايين من أصل 7 ملايين يحق لهما التصويت، احتل قيس سعيد المركز الأول بحصوله على أكثر من 18% من الأصوات، تلاه نبيل القروي بنحو 16% من الأصوات. تبعا لعدم حصول أي مترشح على أكثر من 50% من الأصوات المصرح بها، تنظم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في هذه الدورة، وهما السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيد والسيد نبيل بن رشيد القروي. المرشح المستقل المتأهل لجولة الإعادة في الانتخابات التونسية قيس سعيد اعتبر أن نتيجة الانتخابات الحالية ثورة في إطار الشرعية القائمة، لافتا إلى أن حملته الانتخابية قامت على تطوع وانتظام الشباب بطريقة غير تقليدية والتواصل المباشر مع الناخبين من خلال زيارته للعديد من الأماكن الشعبية. قيس شدد على أن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيسا للبلاد، مع أن برنامجه الانتخابي تمحور حول بناء نظام إداري وسياسي جديد عبر تأسيس مجالس محلية وجعلها تشارك في السلطة، غير أن كونه مرشحا مستقلا يرفض تلقي أي دعم من الأحزاب يجعل برنامجه يواجه صعوبة في التطبيق في حال فوزه بالرئاسة في ظل غياب كتلة برلمانية قوية تسانده. ويدافع قيس عن أفكار ومواقف محافظة خاصة فيما يتعلق برفع عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة المثلية الجنسية، ويرفض تماما مبدأ المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو من المسائل الشائكة التي تثير جدلا في تونس. أما نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس المعتقل بسبب شبهة التورط في الفساد المالي والتهريب الضريبي، ففوزه يمثل الحالة الأولى من نوعها في تونس، إذ ربما تواجه البلاد فراغا في حال فوزه وتجد نفسها في مأزق قانوني. ويرسم بعض الخبراء 3 خيارات لمصير القروي، أولها استبعاده نهائيا في حال إدانته أو في حال إسقاط هيئة الانتخابات جميع أصواته أو جزء منها إذا ما تأكد ارتكابه خروقات بالحملة الانتخابية. أما الاحتمال الثاني فهو أن يخوض الجولة الثانية ويفوز فيها، وفي هذه الحال سيكون رئيسا بلا حصانة إلى حين صدور حكم بات في القضية. أما الخيار الثالث فهو أن يخوض الاقتراع ويفوز ثم يصدر حكم إدانة وهو في المنصب، وهذا الخيار مستبعد. هيئة الانتخابات ستكون تحت ضغط الأمر الواقع وتقبل بمشاركة القروي في جولة الإعادة والمشاركة في مناظرة مع الفائز بالمركز الأول ولو عبر تطبيق سكايب، وهو ما رفضته في الجولة الأولى. والقروي متهم باستخدام الإشهار السياسي والدعاية خارج الحملة الانتخابية وتجاوزه التمويل القانوني وسقفه 1,700,000 دينار تونسي أو ما يوازي نحو 590,000 دولار. يتوجه اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية لبحث سبل الرد على الهجمات على منشآتها النفطية. يأتي هذا فيما أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قدرة بلاده على التعامل مع أثر الهجمات التخريبية. تحرص المملكة العربية السعودية على إظهار قدراتها على مواجهة تحديات التوتر في الخليج، ففي الاجتماع الأسبوعي للحكومة السعودية أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نقطتين، أولهما قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو شرقي السعودية، أما النقطة الثانية فهي أن هذا العدوان موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي بوضوح لهذه الأعمال التي تمس عصب الاقتصاد العالمي. ورغم التصعيد الأمريكي الواضح ضد إيران إلى حد اتهامها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم، إلا أن رد الفعل الأوروبي لم يكن على المستوى ذاته من التصعيد. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال من القاهرة إن بلاده لا تملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات. حتى الآن فرنسا ليس عندها أدلة تسمح لها بالقول إن هذه الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك،
ولا أعرف إذا كان هناك أحد لديه أدلة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم، لافتا إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة. من جانبها اعتبرت ميركل أن العودة إلى الاتفاق النووي يضع قيودا على أنشطة إيران النووية باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط. نرى أن الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية يمثل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليها، وستظل ألمانيا دوما تؤيد وقف التصعيد. لا يمكن التوصل إلى حلول طويلة الأمد إلا من خلال عملية سياسية. أما مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي فقال إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أي هجوم على المنشآت النفطية السعودية سيكون له تداعيات عالمية. وكشف بن سلمان أن الإمدادات النفطية السعودية للأسواق عادت لما كانت عليه قبل الهجمات. تصريحات وزير الطاقة السعودي نتناولها بمزيد من التفاصيل خلال الوقفة الاقتصادية القادمة. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن طهران لن تتدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال خامنئي إن جميع المسؤولين في إيران على اعتقاد بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على أي مستوى، مشيرا إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ستبوء بالفشل. وأضاف خامنئي أن هدف واشنطن من الدعوة مجددا إلى المفاوضات هو لفرض إرادتها على إيران وإثبات تأثير سياسة الضغط. لقي 10 أشخاص من قوات موالية لإيران مصرعهم جراء غارات وقعت في شرق الدولة السورية. وأفادت مصادر المعارضة السورية أن طائرات مجهولة قصفت مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال عند الحدود السورية العراقية. ويعد القصف هو الثاني من نوعه خلال شهر سبتمبر بعد ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين وقوات موالية في البوكمال. يواصل الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية خلال 5 أشهر، ويوجه هذه الانتخابات حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمر في السلطة منذ منافسة شرسة مع حزب أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس. تأتي هذه الانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات أبريل الماضي والتي تساوى فيها الحزبان. الفلسطينيون في القدس المحتلة عبروا عن عدم ثقتهم في أن تحدث الانتخابات أي تغيير إيجابي لهم. وأظهر استطلاع لرأي أن أكثر من 40% من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات الإسرائيلية سيكون لها تأثير سلبي، بينما قال 25% أنه لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق. يصوت الإسرائيليون على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتصاعد مخاوف الفلسطينيين حول مستقبلهم السياسي والاقتصادي. ردود فعل الفلسطينيون على هذه الانتخابات تشير إلى عدم الثقة في أن تحدث لهم أي تغيير إيجابي فيما يخص القضية الفلسطينية. الانتخابات بالنسبة لنا هلأ صارت الفلسطينية بطلت تعني أي شيء. ليش بطلت تعني أي شيء؟ هلأ كل الأحزاب الموجودة كلها متطرفة، كلها مبنية على إيش؟ أنه بكون عنصري أكتر ضد الفلسطينية. كل بده ينجح، الشاطر بدي أخذ أراضي، الشاطر بدي أضم غور الأردن، بدي أعمل بدي أسوي. وفيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 40% من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات الإسرائيلية سيكون لها تأثير سلبي، قال 25% أنه لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق. ففي البلدة القديمة للقدس يبيع التجار الخضار والنساء يشترين الضروريات اليومية، بينما يؤدي الصبية وظائف صغيرة للحصول على أجر يومي.
كل اللي بنتمناه احنا انه من اللي بدهم يجوا الاسرائيليين يكون اكثر من فاتحين للسلام، يكون عندهم اراده للسلام، احنا شواكين للسلام، الشعب الفلسطيني شواك للسلام، وبده السلام، مش تبعين حروب ولا بتاعين قتل ولا كان، لانه 60 70 سنه يكفي. واستبق نتنياهو انتخابات الكنيست التي تجرى للمرة الثانية خلال 5 شهور بالتعهد بضم غور الأردن حال فوزه بالانتخابات، والتي تشهد منافسة شرسة بينه وبين رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس. وفي غضون ذلك انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن، مؤكدة أن ذلك يضر بالجهود الرامية للتفاوض على اتفاق سلام. أكدت ميركل مساندة الحكومة الألمانية حلا سلميا عبر المفاوضات الدولية في إطار مبدأ الدولتين. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل. عشرات القتلى والجرحى في انفجارين بأفغانستان وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي في انتظار حضراتكم، تفضل يا ميرفت. شكرا تامر وأمل، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل وأبرز ما نتابع فيها. وزير الطاقة السعودي يعلن أن الإمدادات النفطية للأسواق قد عادت لما كانت عليه قبل الهجمات على شركة أرامكو. أهلا بكم. أكد وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أن إنتاج طاقة شركة أرامكو من النفط سيعود إلى طبيعته بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الإمدادات النفطية السعودية للأسواق قد عادت لما كانت عليه قبل الهجمات. لقد شرفني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير حفظه الله أن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة بشرى عودة الإمدادات البترولية للأسواق لما كانت عليه قبل الساعة 3:00. الأخوة والأخوات، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بقدرات شركة أرامكو السعودية وسجلها المميز في الأداء والكفاءة وجهود العاملين فيها وبيئة العمل التي يسرتها لها الدولة، فقد تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، ولذلك سوف تكتفي الشركة بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام وتعديل مزيج بعض الزيوت على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر. كما ندد وزير الطاقة السعودي بالهجمات التي استهدفت شركة أرامكو، معتبراً أنها عدواناً على العالم أجمع وعلى أسواق النفط والأسواق العالمية. أيها الأخوة والأخوات، إن العدوان الذي استهدف المملكة وقطاعها النفطي لا يشكل استهدافاً للمملكة فحسب، وإنما سيمتد أثره السلبي على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، وقد رأينا أثر ذلك على الأسواق المالية وأسواق السلع في عقاب هذا الاعتداء الإرهابي وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي. قال محافظ مؤسسة النقد العربية السعودية أحمد الخليفي إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولية، وأضاف الخليفي أنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين على الميزانية، ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9% بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2% في العام الماضي.
في مصر أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم وضع البئر الأولي لحقل غاز بلطيم على الإنتاج، والذي يقع في منطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيلة، وذلك بمعدل إنتاج أولي حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا. وقد أكدت الوزارة أن إنتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل، والذي يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثاني من العام القادم. وقد أضافت الوزارة أنه سوف يتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول إني الإيطالية وبي بي البريطانية، ووفقا لنسب الاقتسام الإنتاج المحدد بالاتفاقيات البترولية. أكدت وزارة التخطيط أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة قد أسهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، والذي بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018-2019. وقد أكدت الوزارة أن ذلك المعدل يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في معدلات ارتفاع النمو الاقتصادية وفقا لتقرير مجلة الإيكونومست. كما أشارت الوزارة إلى أن انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة ب 13.2% في عام 2014 يعتبر تحقيقا وإنجاز. افتتح بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات الملتقى والمعرض العالمي للصادرات المصرية في الأسواق اليابانية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من أجل تسويق المنتجات المصرية بالخارج، لا سيما المصنوعات النسيجية. شارك في الملتقى نخبة من المسؤولين الدبلوماسيين، رؤساء الشركات والمصنعين والمستثمرين من البلدين. نظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الملتقى والمعرض العالمي للصادرات المصرية في الأسواق اليابانية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة نخبة من المسؤولين الدبلوماسيين أصحاب الشركات والمستثمرين من القاهرة وطوكيو. التصدير هو المخرج الوحيد لهذا البلد لكي ينجح ولكي يعيش ولكي أولادنا يعيشوا. ما عندناش حل تاني غير التصدير، وعشان أصدر لازم أنتج، يعني لازم أعمل مصانع جديدة عشان تنتج، ولازم الإنتاج يكون مستوى عالي جدا جدا عشان يتصدر للخارج. ده معادلة سهلة ومعروفة في العالم كله، وما لم نصدر عشان يدخل عملة حرة مصر لن نعيش. النهاردة يعني حاطين خطة طموحة عرضت على دولة رئيس الوزراء وعلى الوزراء المعنيين، على رأسهم طبعا وزير التجارة والصناعة، ان احنا قادرين ان احنا نعمل نهضة خلال ال4 سنين القادمين، ان احنا نوصل بالصادرات من 3 ل 12 مليار دولار، بناء عليها برضو اجمالي الناتج للسوق المحلي سيتضاعف بنفس القيمة. من جانبهم اكد المشاركون اهمية الترويج للمنتجات المصرية لا سيما الصناعات النسيجية في اليابان التي تعد سوق كبير وواعد للكثير من منتجاتنا الوطنية صاحبة التاريخ الأعرق حول العالم. هدفنا تقديم وسائل الرفاهية المتنوعة للمستهلك الياباني، وستسهم جودة القطن المصري المعروف عالميا في بلورة هذه الرسالة عبر منتجات مصرية عالية الجودة. لدينا أعمال كبيرة في مصر في قطاع المنسوجات من أكثر من 8 سنوات، ونطمح في زيادة حجم الطلب على المنتج المصري وتوسيع قاعدة استخدامه في السوق الياباني. عندنا فرصة كويسة أن احنا كمصر تقدر تخش هناك وتزود صادراتها، وإحنا بصفة خاصة أعتقد أن احنا نقدر نشتغل معاهم ونقدم لهم الجودة اللي هم محتاجينها من القطن المصري أو الكتنات، وده حاجة هتضيف للاقتصاد بتاع البلد وندخل لها عملة صعبة. مبادرات إيجابية لتشجيع الاستثمار والصناعة المصرية عبر تسويق المنسوجات والمفروشات التي تحمل شعار صنع في مصر وتقدم قيمة مضافة للقطن المصري ذو السمعة العالمية في الأسواق الخارجية. ملتقيات ومعارض دولية لمنتجات عالمية هي فخر الصناعة المصرية، تنطلق من أرض الكنانة لتغزو الأسواق شرقا وغربا عبر خطط وآليات بناءة لتنمية الصادرات
المصرية هي الأشهر وذات الجودة الأفضل من أجل دفع الاقتصاد الوطني. ياسين سيف، النيل. شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا طفيفا خلال التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، فقد تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16 جنيها و32 قرشا للشراء و16 جنيها و42 قرشا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي فقد تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 16 جنيها و28 قرشا للشراء و16 جنيها و38 قرشا للبيع. يشار إلى أن الدولار قد تراجع أمام الجنيه أكثر من جنيه و45 قرشا منذ بداية العام الحالي. إلى مؤشرات البورصة المصرية والتي واصلت تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة بنحو 10 مليارات و400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 738 مليار و700 مليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه. وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.45%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1.43%. نهاية أخبارنا الاقتصادية في بانوراما النيل، ولكن بانوراما النيل مكتملة مع حضراتكم مع الزملاء تامر وأمل. إليكم تامر، شكرا جزيلا. ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في أفغانستان وتبنتهما حركة طالبان إلى نحو 50 قتيلا. يأتي الانفجاران بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع طالبان الهادفة للتوصل إلى اتفاق يقضي ببدء سحب القوات الأمريكية من البلاد. قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأفغانية هز انفجاران انتحاريان البلاد وأوقع عشرات القتلى والجرحى. الهجوم الأول وقع قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني الذي لم يصب بأذى، وكان مقررا أن يلقي غني الذي يسعى للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي تجري في 28 من سبتمبر الجاري كلمة أمام التجمع الانتخابي في شاريكار عاصمة إقليم باراوان شمالي كابل، عندما هاجم مفجر انتحاري الحشد. وفي حادث منفصل وقع انفجار في وسط العاصمة كابل هرعت على إثره سيارات الإسعاف والقوات الأفغانية للموقع، حيث لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم. سمعت دوي انفجار وصوت إطلاق نار وفررت من المكان. حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين، وذكر المتحدث باسم الحركة أنهما استهدفا قوات الأمن الأفغانية. يأتي الهجومان قبل 11 يوما من انتخابات الرئاسة التي هددت حركة طالبان بعرقلتها من خلال أعمال العنف، وفي أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة في ظل المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة والإحباط الذي يشعر به الناخبون بعد الاتهامات الواسعة بالتزوير التي شهدتها انتخابات عام 2014. أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم بارتفاع عدد المهاجرين بالعالم خلال العام الحالي إلى 272 مليونا بزيادة بلغت حوالي 51 مليونا مقارنة مع عام 2010. وبحسب الأمم المتحدة فإن نصف المهاجرين يعيشون في 10 دول فقط، تحل الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمتها تليها ألمانيا. أما الدول التي ينحدر منها المهاجرون فتأتي الهند في صدارتها، تليها المكسيك ثم الصين وروسيا وسوريا بحسب التقرير.
تعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام بأن تنخرط بشكل مباشر مع إدارتها في الحوار المجتمعي المقرر إجراؤه الأسبوع القادم. وأكدت لام أن الجلسات ستكون في منتهى الشفافية ومفتوحة أمام جميع فئات الشعب للمشاركة فيها والتعبير عن آرائهم. كما أدانت لام قيام وكالة مودز للتصنيف الائتماني بتغيير تصنيفها لهونغ كونغ من مستقر إلى سلبي، مشددة على أن الركائز الاقتصادية للمدينة التي تتمتع بالحكم الذاتي لم تتأثر بالأزمة السياسية الحالية. ونعود معنا إلى الشأن المحلي، حيث قامت وزارة الداخلية بحملات أمنية لضبط بعض الشركات والمصانع التي تنتج المواد الغذائية المغشوشة ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في محافظتي القليوبية والجيزة. كما أعدت شرطة خدمات النقل والمواصلات خطة لتأمين محطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون. واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها لضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بهدف حماية صحة المواطنين، ونجحت خلال 24 ساعة بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية في ضبط مصنعين وثلاث شركات لتصنيع المواد الغذائية بداخلها نحو 236 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما استطاعت ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الأواني المعدنية بداخله 22500 قطعة معدنية لأواني الطهي المغشوشة والمقلدة ومصنعة من معدن مجهول المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. برعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عبر 276 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، وكذلك منافذ أمان التابعة للوزارة والمنتشرة بكافة المحافظات. المستلزمات المدرسية تتسم بجودة عالية وتصل نسبة التخفيضات فيها إلى أكثر من 30%، وهو ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على هذه المنافذ لشراء احتياجات أبنائهم المدرسية. وتهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لشراء احتياجاتهم المدرسية من مكان واحد. داخل محطة مصر وعلى مداخل ومخارج المحطة تنتشر الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتأمين الركاب القادمين والمتجهين من وإلى المحافظات المختلفة. بوابات إلكترونية عليها خدمات أمنية لتفتيش حقائب الركاب، وعمليات تمشيط مستمرة على مدار الساعة باستخدام الكلاب البوليسية على أرصفة المحطة وداخل القطارات التي انتشر فيها رجال البحث لضبط أي خروج على القانون من باع جائلين إلى بيع تذاكر بالسوق السوداء، وصولا لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لضوابط ركوب القطارات معرضين حياتهم للخطر. وغير بعيد عن محطة سكك حديد مصر، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من وجودها داخل محطات مترو الأنفاق، والتي تم تزويد مداخلها ومخارجها المختلفة بالبوابات الإلكترونية، كما كثفت من خدماتها الأمنية على الأرصفة بطول الخطوط المختلفة للتصدي للمظاهر السلبية. ومع دخول عام دراسي جديد، يقبل المواطنون على استخدام مترو الأنفاق بكثافة لاختصاره الوقت والمسافات. لذا أعدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خطة متكاملة لتأمين هذا المرفق الحيوي، تعتمد على تكثيف خدماتها الأمنية ومواصلتها الحملات الانضباطية المكبرة بجميع المحطات ومحيطها للتصدي لكل صور الخروج على القانون والمظاهر السلبية، وبما يحقق الطمأنينة لدى المواطنين. هذا هو نتاج الحملات الأمنية الانضباطية المكبرة والتي تتسم بالاستمرارية وتشنها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للقضاء على المظاهر السلبية بمحيط محطات مترو الأنفاق وكذلك داخل القطارات المختلفة، ما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الانضباط بهذه الأماكن. عبد الله بركات للتلفزيون المصري.
باقونا مع حضراتكم ونتابع في هذه القراءة الإخبارية بعد حين. بعد عام من شفائها من سرطان الثدي، سباحة أمريكية تسجل رقما قياسيا وتعبر المنشر 4 مرات متتالية. ابقوا معنا. حققت السباحة الأمريكية سارة توماس رقما قياسيا في السباحة بعبور القناة الإنجليزي 4 مرات متتالية في 54 ساعة دون توقف. وأصبحت سارة أول من يعبر القناة الإنجليزي 4 مرات متتالية، وذلك بعد عام من علاجها من سرطان الثدي. ومن الناحية النظرية تبلغ المسافة التي قطعتها توماس 130 كيلومترا، لكن بسبب التيارات القوية في القناة بلغت المسافة الفعلية 210 كيلومترات. وختاما هذا تذكير بأهمية عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة وزيادة مخصصاتهما. اللجنة العليا للانتخابات التونسية تعلن إجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة بين قيس سعيد ونبيل القروي. السعودية تؤكد قدرتها على التعامل مع أثر الاعتداءات على منشآتها النفطية، وبومبيو يتوجه للرياض لبحث سبل الرد. هذا ختامنا، تلتقون مع أمل نعمان على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.